أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية عن رفض حزب الاتحاد الديمقراطي مقترحا أمريكيا لنشر قوات البشمركة السورية على الحدود مع تركيا بدلا عنها، كما وقدمت واشنطن عروضا تشمل نشر قوات من العشائر شمال شرق سوريا، في حين طلب النظام بتسليم إدارة المنطقة له كشرط لإدارة المنطقة. تقرير أسامة حميد. يتزايد الشعور بالقلق عند قوات سوريا الديمقراطية بعد التلويح التركي العسكري ببدء عملية عسكرية شرق الفرات. تتناقص فرص الحلول مع تعنت حزب الاتحاد الديمقراطي ورفضه لنشر قوات من البشمركة السورية التي يتهمها بالتبعية للبرزاني وعلاقاتها مع الأتراك على حد وصفه. ما لم يعد خافياً أن قضية شرق الفرات بدأت تنعكس تداعياته على حراك سياسي ونشاط دبلوماسي يدفع باتجاه عدم وقوع صدام تركي كردي في هذه المنطقة. منطقة شهدت محادثات بين قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات البشمركة السورية. يبدو أن ضوضاء السياسة بدأت تعلو لمنع ما يمكن حدوثه في شرق الفرات. فهذا أحمد الجربة رئيس تيار الغد السوري وصل إلى أنقرة وعرض على المسؤولين الأتراك نشر قوات عشائرية على الحدود، وهو ما يتقاطع مع العرض الأمريكي حول نشر مقاتلين من البشمركة السورية والعشائر وإبعاد مقاتلي الميليشيات الكردية. ومن بين ما يمكن أن يلفت انتباهك أن حزب الاتحاد الديمقراطي عقد لقاء مع النظام برعاية روسية إيرانية، لكن النظام طلب من قصد تسليم كافة المناطق شمال البلاد مقابل منع أي هجوم تركي للمنطقة، وذلك حسب موقع باسنيوز الكردي. ومع كل هذا الحراك السياسي المتواتر، فإن وسائل الإعلام التركية تنقل أخبار العملية العسكرية المزمعة في شرق الفرات. بالنسبة لصحيفة حريات التركية فقد نقلت عن مصادر أن الجيش التركي حدد 150 هدفا وأن العملية لا رجوع عنها في ظل المماطلة الأمريكية، تقول الصحيفة. لا حلول نهائية حتى الآن، ولا عملية عسكرية قد بدأت، ولا يتضح إلى أين ستتجه الأمور مع زوبعة التصريحات والتهديدات والردود. وما بين البشمركة السورية وقوات قسد ترتسم هوة تنافي المواقف السياسية بينهما. لا البشمركة السورية في حالة عداء مع تركيا، ولا قسد في حالة توافق مع البشمركة، ولا تركيا سترضى بوجود قسد، ولا واشنطن توصلت إلى حل نهائي. وكأن قدر شرق الفرات أن يكون معلقا على وقع التجاذبات وتشابك التعقيدات. لمتابعة هذا الموضوع معنا الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب السيد حسين شاكر، ومن القامشلي عبر سكايب معنا شهاد عمر وهو رئيس مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية. مساء الخير سيد عمر. دعني أبدأ من عرض للصحيفة التركية شفق خطة للعملية العسكرية التركية في شرق الفرات، ما يعني أن أنقرة ماضية قدما في هذه العملية وأن واشنطن فعلا غير أبها كثيرا حيال مستقبل حلفائها. ما رأيك بهذه القراءة بداية؟ نعم سيد جهاد، هل أنت معي؟ طيب، ريثما يتم إصلاح الموضوع والاتصال مع السيد جهاد، أنتقل إليك بذات السؤال سيد حسين. هل تمضي أنقرة بهذه العملية العسكرية التركية غير أبيها بمشاعر حلفائها إن صح التعبير كالولايات المتحدة الأمريكية، أم ستتدخل واشنطن في اللحظة الحاسمة؟ يعني مساء الخير. أعتقد أن لن يحدث أي تدخل إذا لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي. الحقيقة ربما يعني تركيا تزيد الضغط للوصول إلى حل ما، ولكن في حال إذا لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي فلا أعتقد أن من الممكن أن يعني تركيا تقوم في البدء بالعملية. وما الخيارات يعني امامها اذا؟ يعني كل هذا الحديث الاعلامي عن عمليه عسكريه تركيه كذا، يعني كل هذا للضغط
للحصول على ماذا بالنسبة لأنقرة؟ يعني ما المكاسب التي ستحصل عليها أنقرة بالمقابل؟ يعني تركيا تريد القول بأنها تريد أن تخرج قوات سوريا الديمقراطية من حدودها لدوافع للأمن القومي التركي، وهي في صدد الضغط في هذا الإطار ما لم تكن هناك يعني توافقات دولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رأيي، يعني أنا لا أتحدث عما يجب أن يكون، فلن يمكن أن يحدث ما هو أكثر إلا إذا كانت هناك أشياء تحت الطاولة نحن لا نعلم بها يعني. طيب أنتقل إلى السيد جهاد عمر، رئيس مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية، أرحب فيك مرة أخرى. لماذا رفضت قوات سوريا الديمقراطية دخول البيشمركة السورية، علما بأنه لا خيارات لديها؟ يعني نظام الجهة رفض أن التدخل حيال هذا الموضوع ما لم تتنازل له قصد عن كامل الإدارة لهذه المنطقة الشرقية. أيضا هناك حديث عن قوات من العشائر تحرس الحدود، ما تعليقك على الموضوع؟ بداية، ليست هناك أي تصريح رسمي من قبل القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بصدد القوات التي ستأتي من العراق ومن إقليم كردستان لحماية الحدود. ليست هناك أي نقاشات، كل ما هنالك عبارة عن دعايات فيسبوكية على وسائل لا مو فيسبوكية، هو يعني قناة اليوم المقربة من هذه مصادر قناة اليوم المقربة منكم من قصد. على كل حال، إذا أنت الآن معي، ما الخيارات إذا الآن الموجودة لديكم؟ الخيارات كما تعلمون من بداية الأحداث أو الأزمة السورية وشعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا يتكاتفون ويقاومون ودحروا الإرهاب، وأنت تعرف عملية عاصفة الجزيرة في آخر مراحلها لدحر الإرهاب في المناطق شرق الفرات وقسم من غرب الفرات. ففي الحقيقة الاستعدادات جاهزة لأي عدوان سواء كان داخلي أو خارجي على المنطقة. هذا شعارنا هو المقاومة، سنقاوم بكافة إمكاناتنا مع التواصل مع الجهات الدولية والدول التي تتدخل في الأزمة السورية سواء كان التحالف الدولي أو أمم المتحدة لإيجاد حل سياسي أو حل طيب سلمي يعني مثل هذه المشاكل. ما هذا ما كنت أود أن أسألك إياه، يعني بعيدا عن حديث المعارك وحديث الحروب والتصعيد في التصريحات وما إلى هنالك، اليوم هناك حديث عن مفاوضات للوصول إلى تسوية معينة ترضي الأتراك وبنفس الوقت يعني ترضي قوات سوريا الديمقراطية أو تبعد عنهم شبح التدخل التركي بالنسبة لهم. ما هي هذه المفاوضات؟ لو تحدثني عنها أو معلومات أكثر عنها. أخي العزيز، أريد أن أوضح النقطة الأساسية. تركيا لا ترضى بأي اتفاق أو أي مفاوضة أو أي وساطة سلمية لحل الأزمة في المنطقة. لو كانت تركيا تريد حل الأزمة السورية لما تدخلت في سوريا ولما سحبت قوات الجيش الحر والائتلاف من كافة مناطق سوريا بالاتفاق مع روسيا وإيران في أستانا وسوتشي. طيب بالنسبة لكم، بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، يعني هل أعتبر ذلك تصريح؟ لا يوجد أي وساطات اليوم ولا مفاوضات ولا أي شيء؟ لا يوجد أي مفاوضات وأي وساطات لحل الأزمة بيننا وبين تركيا أو بين شمال شرق سوريا وبين تركيا، ونحن مع الحل السلمي. نحن كمجلس سوريا الديمقراطية مع أي مبادرة سلمية سواء كانت من الداخل السوري أو سواء كانت من الدول تحالف من دول تحالف الدولي قوى عظمى في العالم أن تتوسط لحل هذه الأزمة السلمية. لأننا صراحة الآن يجري وساطات اليوم، يعني أمس جيمس جيفري المبعوث الأمريكي إلى سوريا طرح خيار وهو إرسال بيشمركة روجافا إلى الحدود، لكن الحديث دار والتسريبات الفيسبوكية كما وصفتها قالت بأنه قصد رفضت هذا الموضوع. هل تقبلون اليوم بنشر قوات حرس حدود كقوات العشائر التي يشرف عليها أحمد الجربة أو قوات بيشمركة سوريا؟ أخي العزيز، نحن مع رأي القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. إن قبلت قوات سوريا الديمقراطية بأي قوات، نحن سابقا طرحنا بجلب قوات دولية وليست محلية، جلب قوات دولية، لأن القوات المحلية لن تفيدنا في حفظ أمن المنطقة أو الحدود، لأن تركيا ستتحجج تارة فتارة بأن هذه القوات تابعة للسعودية أو تابعة للإمارات أو تابعة للدولة الفلانية. هذه كلها حجج وزراء دائما تركيا تبحث عنها وترددها. لهذا نريد إذا كان بالإمكان
مثل ما حصل في جنوب اللبناني بين الإسرائيليين وبين اللبنانيين أو الحزب الله، هناك قوات دولية تشرف من تحت إشراف مظلة الأمم المتحدة، تكون تحت إشراف مظلة الأمم المتحدة تحفظ الأمن في الحدود، لا مانع لنا. أما البحث عن طرق أخرى لحفظ الأمن، طريق الدبلوماسي والسياسي هو الأسلم. يعني معنى كلامك إما خيار التصعيد، خيار الحرب والمعارك وشعاركم المقاومة، أو قوات دولية على شاكلة القوات في جنوب لبنان التي تحدثت عنها، ولا تقبلون أيضا بنظام الأسد أم تقبلون به؟ كل الحلول إذا حفظت الأمن في المنطقة وإرادة الشعوب وتسيير النظام على أساس نظام لا مركزي ديمقراطي في سوريا مقبولة. أما أن تتحجج سوريا، ليس لنا قناعة بأن سوريا تستطيع حماية الحدود، لأننا تقصد دمشق، يعني النظام السوري دمشق. تقصد هنا نعم في 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 أحداث احتلال عفرين من قبل تركيا، إدارة ذاتية بعفرين طرحت مشروع هكذا لحماية الحدود العفرين مع تركيا، فتخاذلت وبعدت قوات لم تكن باستطاعتها حماية مقر صغير، فكيف لها باستطاعة أو مواجهة الجيش التركي؟ على ما أعتقد الخطة الآن تدور في كواليس، هناك ألاعيب وخطط ومؤامرات على الشمال السوري في الكواليس. أيام المقبلة ستظهر لنا هذه الحقيقة بأن هناك قوات إقليمية وقوات دولية تعمل سرا لجنب أو لإعطاء النصر الأخير، سواء كانوا للروس أو للسوريين في دحر الإرهاب في إدلب أو المناطق الثانية، لأن إدلب لن تبقى هكذا. سأعود إليك، على كل حال سأعود إليك. دعني أنتقل إلى السيد حسين شاكر. برأيك اليوم ما الخيارات أمام قصد لي للخروج من هذا المأزق سيد حسين؟ يعني في إطار ما يحدث الآن والبحث الأمريكي الحقيقة عن تسوية، يعني نحن نعرف اليوم كان هناك اليوم أو أمسي كان هناك لقاء بين بيت ماغورك و رئيس أقليم كردستان السابق سيد مسعود البرزاني، ويبدو أن المكتب البرزاني قال بأنه تباحثنا حول الوضع الكردي في سوريا حول هذا الموضوع. طبعا هناك يعني تسريبات وليست معلومات، يعني تتحدث عن أن اللقاءات أيضا جرت بين بيشمركة روج آفا و مسؤولين في سوريا الديمقراطية أو في الإدارة الذاتية في سوريا حول إمكانية نشر بعض البيشمركة في الحدود بين تركيا وسوريا أو في شمال سوريا شمال شرق فرات. في هذا الإطار ربما يعني هناك حديث دبلوماسي يجري حول هكذا حل، والحقيقة يعني نشر قوات بيشمركة، ولكن هل تستطيع، هل تنجح واشنطن بتهدئة الأمور عبر يعني هذا الحل، نشر قوات بيشمركة، هل تنجح في فرض هذا الموضوع على قوات سوريا الديمقراطية؟ لأنه تباعد في الأفكار كبير ما بين بيشمركة روجافا وقوات سوريا الديمقراطية. يعني لا أعلم يعني لماذا لن تقبل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بوجود بيشمركة. في بيشمركة سوريين من أبناء قامشلو وعامودة والدرباسية وكل المناطق الكردية، وهؤلاء بالمناسبة ربما يجيبك عنه السيد جهاد عمر، هو معنا في الحلقة رئيس مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية. فعلا سيد جهاد، لماذا لا تقبلون بقوات بيشمركة روجافا كخيار موجود على الأرض، وهم من أبناء قامشلة وعمودة والحسكة وأبناء المنطقة الشرقية بشكل عام، يعني أصحاب أرض بالنهاية؟ لو نقلب السؤال أو نعكس السؤال، لو تجاوبني على السؤال بعدين تقلبه، تجاوبني على هذا السؤال سريعا لو سمحت. لماذا يتم قبولهم؟ ألم يكونوا أبناء قامشلو عندما كانت قوات داعش قريبة 4 كيلومترات من قامشلي، أو لما كانت بكوباني تحت الكوباني، أو لما كانت تقاتلنا في
تلتمر المناطق الثانية. أين كانوا هؤلاء؟ طيب. لم يكونوا هم نفس الذين انهزموا من روج أعضاء واتجهوا إلى مناطق ثانية لإنقاذ رغم أنها شاركت في معركة عين العرب كوباني اليوم. طيب هذا أعيد سؤال مرة ثانية، لماذا لا تقبل اليوم قوات سوريا قوات سوريا الديمقراطية بالطبيع. اليوم طيب اليوم نتحدث عن اليوم الذين شاركوا في العفو أخي العزيز، الذين شاركوا في كوباني لم يكونوا بيشمركة روج أعضاء، كانوا بيشمركة من الاتحاد الوطني الكرساني وحزب الديمقراطي الكرساني للمعلومة لتصحيح المعلومات. طيب شكرا لك. اليوم لماذا لا تقبل قوات سوريا الديمقراطية بيشمركة روجافا كخيار موجود على الأرض؟ يعني يبقى بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية أفضل من التدخل التركي. أخي العزيز لدينا نحن تجربة في إقليم كردستان وفي الدول الأخرى سواء كان في لبنان أو في المناطق الأخرى، لا يوجد قيادتين لجيشين. قوات سوريا الديمقراطية فتحت أبوابها لأي فرد كردي عربي سرياني كي ينضم تحت رايتها، ولكن لا يمكن وجود قوة ثانية. يعني هذا ما تريد، يعني هي قوات سوريا الديمقراطية ولكنها القوات الوحيدة الموجودة، أليس كذلك؟ يعني هذا اسمها غير مقبول، غير مقبول وجود قوتين عسكريتين واسمها ديمقراطية أيضا. الديمقراطية في السياسة وليس في العسكرة. الذين قالوا في العسكرة يوجد هناك مثلا الجيش الأمريكي جيش واحد، ولكن طيب. يوجد حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري، هذا لا يعني بأنها طيب. ما هو مستقبل المنطقة ككل سيد حسين شاكر في شرق الفرات خصوصا، وهل نشهد مبادرة المجلس الوطني الكردي القريب من المعارضة بمعزل عن مبادرة نشر قوات البيشمركة المقربة منها؟ أقصد مبادرة أخرى يعني. يعني أنا أريد أن لو سمحت لي يعني بتعليق خفيف حول هؤلاء البيشمركة روجافا. هم كانوا في أغلبهم وليس الجميع كانوا ضمن الجيش النظامي السوري، والذين اختاروا أن لا يقتلوا الشعب السوري ولهذا انشقوا من الجيش السوري وذهبوا إلى كردستان، إلى إقليم كردستان العراق. هناك تدربوا وقاتلوا داعش، وبالمناسبة هم قاتلوا حتى الحشد الشيعي الذي يسمى بالحشد الشعبي. هؤلاء وطنيون، لماذا لم يشاركوا أو لم يدخلوا قسد؟ لأن هناك فروقات إيديولوجية واضحة بين الطرفين. يعني صحيح الديمقراطية في السياسة، سؤال أخير بنصف دقيقة فقط، دعني أكمل في هذا. الديمقراطية أيضا في تشكيل الجيوش، يعني لا يمكن أن تشكل جيشا يعني تحت إمرة حزب ما. الجيوش وطنية هي، يعني هل في أي هناك أي جيش تابع لحزب محدد؟ الجيوش تتبع الوطن وليست الحزب الوطني يعني. على كل حال إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض هذا الحل، يعني نشر قوات من البيشمركة في الحدود، هو في النهاية يعني أفضل من أن تحدث صراعات دموية بين جميع الأطراف. طيب رد أخير من قبلك يعني سيد جهاد يعني كي أنهي الحلقة بنصف دقيقة لو سمحت، تفضل جهاد عمر. كما قلت يعني المظلة العسكرية أو المظلة القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية هي لها الخيار في التعامل مع أي جهة عسكرية تحت سقف. فمجلس سوريا الديمقراطية لا يتكون، قيادتها ليست متكونة من الكرد فقط، يوجد فيها العرب السريان التركمان، وليس فيها فقط ممثلين عن روج أعضاء، ممثلين عن دير عن منبج عن الرقة عن الطبقة. فزميلك أو ضيفك يقول حزب واحد يدير قوات عسكرية، هذا غير صحيح. هناك قيادة عسكرية، فليأتوا فليحاوروا قوات سوريا الديمقراطية. لا أن يحاول، لم يصدر لم يصدر أي بيان رسمي من قوات سوريا الديمقراطية بشأن هذه النقاشات، هكذا نقاشات، ونحن ملتزمون بالبيانات الرسمية. طيب. ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية تعتبر المظلة السياسية فقط والموجودة والوحيدة على الأرض. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. لكنها تتشكل من كتل. أشكرك جزيل الشكر السيد جهاد عمر رئيس مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من القامشلي. كما لا أنسى أن أشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد حسين شاكر، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة، أيضا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا زوروا موقعنا الإلكتروني سيريا.tv. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.